السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. الموضوع ديالنا اليوم شنو كتفضل، واش تركب التاكسي او تركب التطبيقات؟ خليكم معنا في هذا الفيديو. بارك الله عليك. الله يرحم والديك اخي. غادي نقول لك شنو كتفضل، واش تركب التطبيقات او في التاكسي؟ يا صراحه نركب التطبيقات احسن، لانك لا شتي دابا التاكسي تقريبا ماشي كاملين، الا ما رجعوا كاملين شي وحدين معنطزين يشوفك ثلاثه ما يطلعك شي تقول له هنايا يقول لك لا. التطبيقات بالعكس كتعيط على السيد كيجي عندك تعطل شي عليك كيوصلك بالثمن اللي قدرتي عليه ويديك معوض وفي ما بغيتي تمشي وكيديك بوحديتك، ماشي بحال الطاكسي كيديك بالتنكريز ونعطي لا جبتي له 50 درهم يقول لك لا ونعرف شنو بدا ينهار. اللهم التطبيقات احسن. ولكن ديك التطبيقات واش ديك اللي كتركب معك صرفتينا مع من كتركب؟ كيكون الناس موثوقين عاوتاني، تما راه بحال دابا باغ اكزومبل راه كيكون اسم موثوق، تما كتشوف التعليقات كتشوف حد النجمات الناس يتعاملوا معاه، فهمتي؟ وبعض المرات كتمل الكونتاكت معاه كتخلي النمره ديالك عنده باش الا حتى شي عاوتاني تعيط له. يعني انت فضلت يعني سمعتي في التاكسي ديالنا مسكين ياك جا التاكسي؟ لا شوف ماشي سمعتي، وان باك واحد يفضل الراحه ديالو ويفضل الله يخرج علينا بحال اللي كندلو مع التاكسيات. لا ما ماشي شي نادي، لا ما ماشي شي نادي، واجه لي فيما بغيتي عاوتاني ماشي ديك تعنطي. اذا شوف عندك ثلاثه كيشوف عندك ثلاثه يقول لك لا يلا شنو تقول له هذا؟ نيش ثلاثه الناس انا شنو نعمل نطير في الطياره؟ هذه هي الهضره بدر الدنيا علي نسينا مع التطبيقات. التطبيقات سلام خاي مروان، غادي نقول لك واش كتركب في التاكسي ولا في التطبيقات ولا عندك شي وسيله النقل كتركب كتستعملها؟ انا عاده كنركب في التاكسي مرة اللي كنت ماشي شي متابعي طرامبية، ولكن عادة ما كتكون هنا في المدينة يعني المرافق كاملة قريبة، وبالتالي عادة كنمشي على رجلي ما كنحتاج شي وسيلة نقل. كلشي قريب عندك انت؟ كلشي قريب، أي متعة كنمشي له قريب للعائلة من مجموعين قرابين درادم مرشان، فهمتي العائلة هما قرابين، فهمت؟ ما كنقتضيش أن نركب شي وسيلة نقل باش نوصل عندهم. تبارك الله عليك. يعني ملي كتركب في التاكسي؟ عادة التاكسي عادة إلا كان شي متعة قريب شوية وعيان كذا التاكسي، إلا كان شي متعة بعيد مثلا عندي واحد خاتي في كزنايا كنشبروا طرامبية. طيب زكريا غنقول لك واش كتركب في التاكسي ولا التطبيقات ولا عندك شي حاجة أخرى؟ أنا ما كنركب لا في التاكسي لا في التطبيقات لا شي حاجة، عندي واحد الدبابة ستيتوا ديالي كنتحرك بها. ياك أخي ضربت عليهم كامل. ضربت عليهم كامل. وعلاش زعما؟ واش غنقول لك، كاين التاكسيات فيهم وفيهم، كاين التاكسيات الناس مزيانين وكاين التاكسيات بلا ما نقول لك راه ما كيعرفوش يتعاملوا. ودابا علاش باسيني في ماحك وأنا كنهضر على هذا الموضوع هذا مع التاكسيات؟ علاش ما كتركبوش ثلاثة ديالنا؟ خصنا نعرفوا المشكل، علاش ما كيكون مرة والراجل والعائلة علاش ما كتركبوهمش؟ هذا هو المشكل اللي بغينا نعرفوه، وباقي لحد الساعة ما عرفناش علاش ما كيبغيوش يركبوا ثلاثة ديالنا. ديك الساعة كنشوفوا مع التاكسيات وما يجاوبونا عليه. صافي ولاك. تبارك الله. شوف حنا ما غنقولوش كل شيء ما كيركبش، كاين اللي كيركب وكاين اللي ما كيركبش، المهم أغلبية ما كيركبوش. وشنو هو السبب؟ أول حاجة بعدك دابا الشوفير كيخرج يخدم، كيخرج يخدم بالريسيد. انت مثلا عندك التاكسي كتعطي لي كتقول لي مشي جيب مثلا 25 ولا 30 الف فرق في العشيه، كيفاش غنجيب لك انا 25 ولا 30 الف فرق وانا عم قرر لك ب 5 درهم ولا 6 درهم ولا عاد ثلاثه ديال الناس طالع انت؟ دابا خصك مول التاكسي وخصك مازوت وعاد خصك النهار ديالك، يعني ثلاثه ديال الحاجات. انت هنا كتلعب مازوت كيعمل حد 13 درهم وزياده، الريسيتا عامله 25 ولا 30 الف، كل واحد على حساب كل واحد شنو حاكم عليك. تينا دابا نعطيك بمعدل، هاتي هذا بمعدل جمع لي نتينا 30000 غير دري ريسيتات حاول تجمع. مازوت شحال نقدروا نعمروا يعني بديك مازوت غالي، مازوت دابا كتعمل 90 فرق كيلومتر، عملتي 100 كيلومتر كخصك 90 درهم، زيد عليها المهم مازوت ولا خدمتي العشيه كخصك واحد 160 170 درهم. يعني التاكسي يصلح كلهم في العام. 200 درهم كخصك دم مازوت، ما بين مازوت وما بين غسيل وما بين التاكسي ديالك باش تنزل التاكسي في البلاصه اللي نتينا فيه وتمشي نتينا للدار ديالك. عاد الغدا ديالو عاد. حتينا عمل 20000 فيها كل شيء، قلت شنو عاد تغدى حنا مخير التاكسي كيمشي ياكل خبز بكالينتي في الدريسيه. دابا نصيفتك للدريسيه تجبرهم بوريين بالليل كياكل خبز بكالينتي مخير فيه. هادشي غير دابا مشكل والله الله احسن العون للجامع. شني هاد الظاهره هادي كاين دابا شني حاجه اخر كتبغى اخر مراه بوليدات ديالها اخر كيحرم اولا بحال دابا في الطبيب زعما المسائل اللي هي قبيحه انسان حشومه يعمل لي وجه الله. برافو. انا ما نكذبش عليك انا صورني وكنقول انا ثلاثه العائلات وثلاثه البركاكبيه والله ما نطلعوا كذب عليك. دابا كاين اخر كيجي لك مثلا نسليم طارق الحومه الحدد مثلا 6 درهم طالع لك نتينا ب 6 طلع لي شوف نهضروا واقعيين. كاين التاكسي تماك علاش ما طلعش ب 3 درهم اخي 3 بكم 9 درهم وساهموا حتى في معاونه ديك التاكسي اللي تماك علاش ما طلعش؟ لا بحال نقولوا التاكسي محقور ما كيهضر عليه حتى واحد. شكون هذا اللي كيهضر؟ حنا ما نكذبش عليك انا الدوله هي السبب هذا المشكل. علاش ما تقننش الريسيتا؟ الريسيتا هي في القانون عندها في الولايه مثلا 150 ولا 170 درهم، علاش مخلي هذاك الباترون عامل لك 25000؟ شنو هو السبب؟
ونرجعوا للولايه مشيو حنا نتشكاو باللي عاد تشكى بيا انا مشيت تشكى للوين الوالي قول له علاش اخي عامل 30000 الباترون شكون هو هذا الباترون اللي عنده 30 دلاغريمات من حقه هو يكون عنده 3 وما خدامين بينا حنايا الحبيب ديالي انا ما كنخدمش مع هادوم ما نكذبش عليك انا كنخدم حر مع الراس ديالي اللهم لك الحمد حقش اني انا كنشوف هاد الدومين هذا انا 20 سنه ديال التاكسي عارف المشاكل يعني عارف القوالب ديالو عارف التحراميات ديالو كامل خاينا وفا نسينا فين كتتنقل واش في التاكسي اولا في التطبيقات التاكسي الخا يعني التاكسي يعني الحمد لله ما عرفت ما فكرتش تبدل علاش نبدل ياك اخي التاكسي هو التاكسي التاكسي ديالنا ما نسمحوش يبدل طريقه التاكسي اخي كان كي بزاف عليا اخي كيدي لي الشهريه بزاف مرضي اخي فهمتيني يعني كتخرج لي الشهريه تقريبا 600 درهم وعندي السكنه بعيده وعملت موتور فهمتيني يعني موتور يعني خرجت موتور زعما الله يرحمه جات قضيه مزيانه اخي وعليكم السلام خاو ديري تبارك الله عليك مرحبا والديك اخاو غادي نقول لك واش كتركب في التاكسي اولا كتركب في التطبيقات شنو فيهم اللي كتستعمل انا كنستعمل التاكسي اخاو ياك التاكسي هو التاكسي التاكسي اخاو شنو كيعجبك في التاكسي وشنو اللي ما كيعجبكش في التاكسي التاكسي اخاو اصلا حنا معروفين بالتاكسي ما كاينش شي تطبيقات هذا الشيء زايد اخاو ياك اخي اييه واش بالضبط دابا خصك شي ما كتجبرش شي مشاكل مع التاكسيات مثلا هيدا لا والو عمرو وقع لك شي مشكل مع التاكسي لا والو الحمد لله كيما شفتوا كانت هذه الاراء الناس في الشارع وانتم شنو الراي ديالكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.